بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، الموضوع موضوع مهم جدا، وهو كما سمعتم وكما أعلن عنه منهج السلف الصالح وحاجة الأمة إليه. والمراد بالسلف الصالح القرن الأول من هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في الذين يأتون من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم من جاء بعدهم وتتلمذ عليهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. وعصرهم يسمى ويمتاز على من بعدهم، يسمى عصر القرون المفضلة. هؤلاء هم سلف هذه الأمة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم القدوة لهذه الأمة، ومنهجهم هو الطريق الذي يسيرون عليه في عقيدتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي جميع شؤونهم، وهو المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة.
بقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قربهم من عصر التنزيل وأخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون ومنهجهم خير المناهج. ولذلك يحرص المسلمون على معرفة منهجهم ليأخذوا به، لأنه لا يمكن السير على منهجهم إلا بمعرفته وتعلمه والعمل به. ولهذا قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان. ولا يمكن اتباعهم بإحسان إلا بتعلم مذهبهم ومنهجهم وما يسيرون عليه. وأما مجرد الانتساب إلى السلف والسلفية من غير معرفة بها وبمنهجها فهذا لا يجدي شيئا، بل قد يضر. لا بد من معرفة منهج السلف الصالح. ولهذا كانت هذه الأمة تتدارس منهج السلف الصالح ويتناقلونه جيلا بعد جيل. كان يدرس في المساجد، يدرس في المدارس وفي المعاهد والكليات والجامعات. فهذا هو منهج السلف الصالح، وهذه هي الطريقة لمعرفته، أننا نتعلم منهج السلف الصالح الصافي مأخوذ من كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر الاختلاف في هذه الأمة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا منهج السلف الصالح، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه أصحابه الذين اتبعوهم بإحسان. تشتد الحاجة إلى معرفة منهج السلف الصالح للتمسك به، لأنه طريق النجاة، كلها في النار إلا واحد، وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، إلا واحد، وهي التي إذا اختلف الناس وكثرت المذاهب وكثرت الطرائق والفرق والأحزاب هي التي تكون على منهج السلف الصالح، تتمسك به وتصبر عليه حتى تلقى ربها سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه في آخر حياته موعظة بليغة، وعظهم موعظة بليغة أثرت فيهم، بكت منها العيون. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله
والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لولاة أمور المسلمين. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أن تسير على منهج السلف الصالح، لأنه طريق النجاة. وهذا كما في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون النار، تتقون الضلال، وتخالفون الفرق الضالة، تسيرون على المنهج السليم حتى تلحقوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأتباعه. ومن يتمسك بهذا خصوصا في آخر الزمان سيلقى تعبا من الناس والمخالفين، سيلقى تأنيبا وتهديدا، فيحتاج إلى صبر، سيلقى مغريات للصرف عن هذا الطريق، وتهديدات ترغيب ترهيب من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة، يحتاج إلى صبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلا يسلم من الضلال في الدنيا ولا يسلم من النار في الآخرة إلا من سلك هذا الطريق، منهج السلف الصالح، وهم الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولهذا فرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا فريضة أو نافلة، وفي آخرها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، لأن هناك طرق منحرفة خادعة، فأنت تسأل الله أن يجنبك هذه الطرق وأن يهديك الصراط، يعني أن يدلك على الصراط المستقيم ويثبتك عليه في كل ركعة، لأهمية هذا الدعاء. تأمل معناه:
الصراط المستقيم. ومن هم الذين يسيرون على هذا الصراط المستقيم؟ الذين أنعم الله عليهم، الصراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإذا سألت الله أن يهديك هذا الصراط تسأل الله أن يجنبك الطرق الضالة والطرق المنحرفة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، الذين غضب الله عليهم، وهم اليهود الذين علموا الحق ولكنهم لم يعملوا به. وكل من سار على نهج اليهود من هذه الأمة، كل من عرف الحق ولم يعمل به فهو على طريق اليهود، على طريق المغضوب عليه، لأنه عرف الحق ولم يعمل به، أخذ العلم وترك العمل. وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليه. ولا الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله، تعبدون، تقربون إلى الله، لكنهم على غير طريق صحيح، على غير منهج سليم، على غير دليل من الكتاب والسنة، على بدعة، وكل بدعة ضلال، كما عليه النصارى من سار على نهجهم من كل من يعبد الله على غير طريق صحيح ومنهج سليم فهو ضال، ضائع عن الطريق، وعمله باطل. فهذا دعاء جامع نردده في كل ركعة من صلواتنا، فلنتأمل معناه وندعو به مع حضور قلب، مع حضور قلب وفهم لمعناه، حتى يستجاب لنا. يقال بعد الفاتحة آمين، اللهم يعني، وآمين معناها اللهم استجب، فهو دعاء عظيم لمن تأمله. وكما ذكرنا أن من يسير على منهج المنعم عليهم يبتلى ويضايق ويحقر ويضلل، ويهدد، يحتاج إلى صبر. لهذا جاء في الأحاديث أن المتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، قابض على الجمر، لأنه يلقى أذى، يلقى شرا من الناس، يحتاج إلى صبر كالقابض على الجمر. ليس هذا مفروشا بالورود كما يقولون، ليس هذا، فيه مشقة وفيه أذى من الناس، تحتاج إلى صبر ثبات على هذا حتى تلقى ربك عز وجل وأنت عليه، لتنجو من النار، تنجو من الضلال في الدنيا، تنجو من الضلال من النار في الآخرة. لا طريق إلا هذا، ولا نجاة إلا بسلوك هذا. الآن يخذلون عن منهج السلف،
في الصحف والمجلات والمؤلفات، ويتنقصون أهل السنة والجماعة والسلفيين الحقيقيين يتنقصونهم، أنهم متشددون، أنهم تكفيريون، أنهم وأنهم. لكن هذا لا يضر، لكن يؤثر على الإنسان الذي ليس عنده صبر قوة عزيمة، قد يؤثر عليه. فمنهم من يقول اشم السلف، السلف إنما هم طائفة مثل سائر الطوائف، فرقة مثل سائر الفرق، حزب مثل سائر الأحزاب، ما لهم ميزة. هكذا يقول بعضهم، السلف ما لهم ميزة، إنما هم فرقة وطائفة مثل سائر الفرق والأحزاب. يريد من ذلك أن يفلت أيدينا من منهج السلف. ومنهم من يقول ما لسنا مكلفين بفقه السلف وعلم السلف، لسنا مكلفين، نشق طريقنا نحن، نستنبط من جديد، نستنبط الأحكام من جديد، نوجد لنا فقها جديدا. هذا فقه قديم، فقه السلف فقه قديم، يقولون ما يصلح لهذا الزمان هو صالح لزماننا، زماننا غير. فيزهدون في فقه السلف ويدعون إلى فقه جديد. كثر هذا في الجرائد والمجلات من الكتاب وأهل الضلال، يريدون أن يفلتوا أيدينا من منهج السلف. لأننا إذا لم نعرف مذهب السلف وزهدنا به ولم ندرسه، فإنه لا يكفي الانتساب إلى السلف من غير علم ومن غير بصيرة بمذهبه. هذا ما يريدونه منا، يريدون أن نترك مذهب السلف وفقه السلف وعلم السلف ونحدث فقها جديدا كما يقولون يصلح لهذا الزمان، مع أن هذا كذب. وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، فمنهج السلف صالح لكل زمان ومكان، نور من الله عز وجل، لا يزهدك فيه كلام هؤلاء المخذلين أو الضالين، لا يزهدك فيه. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ هو الكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل بالقرآن والعمل بالسنة، هذا الذي أصلح أول الأمة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمن أراد النجاة فعليه بمعرفة مذهب السلف والتمسك به والدعوة إليه، فهو الطريق النجاة، هو سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا، ومن تركها هلك وغرق بالضلال. فلا نجاة لنا إلا بمذهب السلف، ولا يمكن أن نعرف مذهب السلف إلا بالتعلم، تعلمه وتدريسه ودراسته، مع سؤال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ندعو الله أن يوفقنا له وأن يثبتنا عليه. لا بد من هذا، ليست المسألة مسألة دعاوى
والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. ليست المسألة مسألة انتساب. والله جل وعلا يقول والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، ولن تتقن مذهب السلف إلا إذا عرفته تعلمته، ولن تتمسك به إلا إذا صبرت عليه، ولا تسمع للدعايات المضللة الصارفة عنه والمزهدة فيه. هذا هو الطريق الصحيح، طريق النجاة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه أنا، على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا منهج السلف، وهو طريق النجاة الموصل إلى الجنة، لا طريق غيره. كل طرق غير ضالة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصراط الله وغيره سبل مضللة، طرق منحرفة، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تخوف من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال، الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن منهج السلف، وأخبر أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فالحذر شديد من هؤلاء، وكل ما يتأخر الزمان تشتد الغربة وتكثر الفتن، فيحتاج المسلمون إلى عناية أكثر بمنهج السلف. من هؤلاء المضللين أن يقول الناس كلهم مسلمون، لكن على أي طريق؟ مسلمون على طريق الرسول وأصحابه، نعم، الرأس والعين، أو مسلمون بالإسر وهم على طرق منحرفة، على منهج فلان وعلان، فهم ضالون على طريق يؤدي إلى جهنم. ما هي المسألة انتساب للإسلام فقط، انتساب وحقيقة، ولا يمكن هذا إلا بالعلم النافع والعناية بالدراسة. ولذلك تجدون العلماء اهتموا بالعقيدة وأبوابها وفصولها ومسائلها، وألفوا فيها مطولات ومختصرات في دراسة مذهب السلف والعناية به للتمسك به والسير عليه. فالمسألة تحتاج إلى اهتمام، لا سيما مع استحكام الظلام والضلال، يحتاج المسلم إلى نور يسير به في ظلمات الضلالات والجهالات. اليوم يكثر من يتعالم ويدعي العلم والمعرفة وهو لم يتلقى العلم عن مصادره وعن أصوله، يتلقاه عن أمثاله أو من الكتب أو من الثقافة كما يقولون، وهذا ليس موصلا إلى الخير ولا إلى الطريق الصحيح. لا بد من التعلم الصحيح لمنهج السلف لأجل التمسك به والسير عليه. لا بد من الصبر على ما ينالك في سبيله من اللوم والتحقير وغير ذلك. تسمعون الآن التحقير والتنديد لمن يتمسك في مذهب السلف، ويقولون هذا رجعي، هذا وهذا، لا يزهدك في الحق مثل هذه الترهات والأباطيل. تمسك بهذا المنهج السليم لأنه طريق النجاة. ولهذا قال عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة عند الاختلاف ما ينجي إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين. هذا طريق النجاة، طريق السلامة، طريق الجنة. فلنعتني بمذهب السلف ولا يزهدنا فيه من يقلل من شأنه أو يصفه بالأوصاف الذميمة، لا يقلل من شأنه في نفوسنا، بل يزيد هذا في نفوسنا، لأنهم ما حاربوه إلا لأنه طريق حق وهم يريدون الضلال. فاحذروا منهم يا عباد الله، ولا تكتفوا بمجرد الانتساب، ولا تكتفوا بالتعالم بدون تعلم، تلقي للعلم عن العلماء معروفين به، والعلماء المستقيمين على الطريق الصحيح. تجنبوا هذه الطرق المنحرفة التي حذرنا الله منها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله سبحانه وتعالى، صراط الله. فنحن بحاجة ماسة إلى هذا، خصوصا مع اشتداد الفتن الآن وكثرة دعاة الضلال وكثرة الوسائل التي تنشر الشر بين الناس، وسائل شر دقيقة تصل إلى الناس في بيوتهم وعلى فرشهم، تدعو إلى الضلال، تدعو إلى الإباحية، تدعو إلى الشهوات المحرمة، تدعو إلى الأفكار المنحرفة. يسمون هذا بسعة الأفق، سعة الثقافة، ولا تبقى متحجرا، ولا تبقى متشددا. هذا لا يزهد المسلم في منهج السلف ومذهب السلف وعلم السلف. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. علم السلف صافي من الكتاب والسنة، وعلم الخلف فيه دخيل، فيه خلط كثير غير مصفى. أما علم السلف فهو مصفى، ولهذا تجدون كتب السلف كل ما تقادم تجدونه أصفى وأقل تكلفا. ولهذا يقول العلامة ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، يقول: السلف كلامهم قليل وعلمهم غزير، والسلف والخلف علم كلامهم كثير، الخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل. فلنتنبه لهذا الأمر. هذا هو منهج السلف الذي لا نجاة لنا إلا بالسير عليه، الصبر عليه، بعد أن نعرفه ونتعلمه على الطريقة الصحيحة غير المزورة والملبسة. فيها أشياء تنسب إلى السلف وهي باطلة، ليست من مذهب السلف، فلنحذر منها. هذه كلمات يسيرة في هذا الموضوع، ولا أستطيع الإحاطة به من كل جوانبه، ولكن الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والسير عليه والصبر على الأذى فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على